بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما بنسعد بوجودكم معانا، وطبعا في حضرة استاذنا الدكتور محمد عيسى داود بنسعد جدا بتواجدنا معاه، ونتمنى ان هو يكون على نفس قدر السعادة اللي احنا بنشعر بها عندما نلتقيه دائما. اهلا وسهلا بكم، وبدلا من ان نتحدث عن مقدمات طويلة لا طائل منها، نختصر الكلام لنستفيد أكثر من الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود اللي بيشرفنا ونسعد بلقائه، وما زلنا في عالم البرزخ. لكن في البداية أصدقائي دعونا نرحب بأستاذنا الدكتور محمد عيسى داود. يا مرحبا وأهلا وسهلا. يا مرحبا، يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. بنسعد بيك دايما يا دكتور. ربنا يعزك، وأنا كمان والله ما شاء الله عليكم، يعني أنتوا عاملين دويتو يفكرني بحبايبي واساتذتي، كابتن الشاذلي العظيم الكابتن مصطفى رياض. ايام لعب الكره الجميل، ايام الجمال، الدويتو اللي كان بيحبوا بعض. انا قلتها قبل كده، كابتن مصطفى سمعناه منه، كان من الحب، والحب في الله ده مهم جدا. كان يقول لو اغمضت عيني فقلبي يشعر أين حسن وأعطيها له. صحيح صحيح. سبحان الله. وأنا أيضا أشعر أين حسين وألقي إليه الحلقة لكي يقدمها. ما شاء الله. فأنا وحسين يعني أصدقاء منذ فترة طويلة، والحمد لله يعني ربنا يبارك فيه. وسعيد بصداقتي لي يعني. الله يعضوا على هذه المسألة، حتى بعد عمر طويل تلقوا الله بها، فيظلكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مصداقة بشرى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. طبعا يمكن احنا كنا بنتكلم عن البرزخ، وموضوعنا عن البرزخ، ومستمر موضوعنا في البرزخ. والبرزخ عالم غيبي كبير وله أسرار عظيمة جدا. صحيح. وتحدثنا عن بعض الأجزاء، وما زلنا في أمور غريبة عن البرزخ لم يعلمها أي شخص أو أي أحد حتى الآن، ولم يتحدث فيها كثير من العلماء. ولكن معظم العلماء عندما تحدثونا عن البرزخ أستاذنا دكتور يمكن بيتكلموا بنوع من الخوف والوجل، إن هذا العالم عالم مخيف، وعالم هتدخله هتلاقي اللي منتظرك في القبر، بينما الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يعني. طبعا. وخاصة المؤمنين منهم، ونتمنى ان كل اصدقائنا اللي بيستمعونا الينا ان هم يكونوا يعني على درجة طيبة من الايمان، واحنا برضو نتمنى ان احنا نكون في نفس درجة الايمان ديت، لان احنا خطائين، ولكن بنحاول ان احنا نتوب من وقت الى اخر يعني. فهنبدأ بسؤالنا الاول بشكل مباشر. نعم. عندما يدخل الانسان القبر، اين القرين واين يذهب هذا القرين؟ طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد ويا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك والله الذي لا يعلمه أحد إلا الله وآل البيت، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ببتسم لأن حضرتك سبت الراجل دخل ورحت ماسك في قرين. هنرجع له دلوقتي، مش هنسيبه يعني. فاهم طبعا أكيد، بس أنا بحب يعني يعني ألتقط الدعابة. أنا من النوع اللي يحب الابتسامة مهما تكون الأحمال ومهما تكون الأثقال. وإذا وجدت من أمامي بيتحدث بعلمه بكل جدية وكل شيء واستغرق في الأمر، بحب أخفف الأمر بدعابة يعني. فإحنا سيبنا الراجل دخل بقى نشوف قرينه راح فين وهيعمل ايه وبندور على قرينه. ما احنا برضه صدق عالم غيبي برضه بالنسبة لنا، وحاجة طبعًا غريبة جدا. لا يعني. ومهم حكاية القرين، لأن طبعا أصلا بيبقى في حافظة في الدنيا كتير، وسورة قاف كمان، وفجأة نبص ده راح في القرين ودول راحوا فين. ده ويوم الدين فيها سؤال، ولو القرين قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ده هو اللي مجرم. هو يا رب انا يعني صحيح كان يعني بعمل وسوسه لي، لكن طلع هو اللي بيوسوس لي. حضرتك ما هو من الاشياء اللطيفه، في واحد كان لما بيشكوله من المس والسحر، واحده
بتكلم واحد، الواحد ده طبعا يعني كان مشهور بالعلاج والحاجات دي. فالبنت صعبة جدا، يعني مثلا الميك اب اللي بتحطه يعني يا فندم سكاكين اسمنت، يعني مش ميك اب، يعني حتى مش حاجة تاتش بسيط كده، يعني لا يعني جميع الالوان بتجرب جميع الالوان وال. فهو ابتسم بتقول له انا يعني شيطان، وشيطان لا يعني شيطان لابسها يعني. فراح بص لي وقال لي بص الحال ده على فكرة يعني انا حاسس ان هي اللي لابساه، يعني قلت له ربنا يعينك، لكن فهمت منه ومن ناس كانت واعية ان فعلا اعظم شيء ان الانسان يعالج نفسه بنفسه ويسيبه من شوية اللي يعني اغلبهم الحقيقة بتوع نصب وكذب، واللي مالين الميديا دول كلهم تجار، ويعني ربنا يبعدهم عن بيوت المسلمين. امين. فالقرين حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهر وسلم تحدث عن كائن غيبي من عوالم الجن. في علماء بعد كده بيشرحوا قالوا لا ده القرين دايما شيطان، القرين دايما شيطان، نوع بس نوع مميز من الشياطين يعني، وبيبقى فيه شبه من الإنسان ده. الحقيقة المسألة دي فيها نظر، إنما هو الأصوب أن يقال إن هذا القرين نوع من أنواع الجن، يعني لا تنسى مادة الجيم والنون مادة الخفاء، مادة الخفاء كما قلنا. هل هو جن من الجن العادي ده؟ هل هو شيطان؟ ممكن يتشيطن، بمعنى ان هو يختار طريق السوء، هو صاحب ليك، هو صاحب ليك. الحديث صحيح ما نقدرش نكذبه، ان ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عمل ميزان التعادلية، فأما قرينه من الملائكة فيأمره بخير، وأما قرينه من الجن فيأمره بالسوء أو بالشر. دي اللي جعلت البعض يعني يتصور أنه بالضرورة يكون شيطان. في علماء تانيين قال لك لا مش بالضرورة يكون شيطان، إنما هو متأثر بالفكرة الشيطانية. يعني طب هل القرين في الدنيا ممكن يظهر للإنسان؟ في حالة السحر يعني زي ما عرفنا، واحد شارب مياه او واكل سحر او معمول له سحر والعياذ بالله، ذبذبات عينيه وجسده بتختلف، بالذات السحر المأكول والمشروب، فممكن يلتقط صورة من صور تجسيداته، يعني يطلع بس واخد صورة مجسدة بيبقى شبهه. انا يعني اعرف شخص بعيني يعني كان بيذاكر في مكان مفهوش يعني مفهوش روح، مقفول لفترة طويلة جدا، مكان مغلق من زمان، مهجور قصدك، مكان مهجور وبعدين جه سكن فيه، بينام فيه ويقوم يذاكر وبتاع، وهو جاي خارج لقى حد بيوصله بيقول له مع السلامة، فبيبصله لقى هو نفس الشخص، هو بيسلم عليه. فأمر استغرب جدا وجري، والوضع كان صعب جدا بالنسبة له. هو لو قرأ سورة قاف مش هيسلم عليه تاني للأبد. سورة قاف تؤدب القرين من أسرارها العظيمة، ولكن لها مفتاح، مفتاح المفاتيح في أي شيء، إن الإنسان يبدأ أي عمل بالصلاة على حضرة سيدنا النبي وآل بيته، ما يقولش الصلاة البطراء، يعني لازم يصلي على سيدنا النبي محمد وآل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة قاف حرف قاف 100، يعني يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف قاف، هيمدها 4 حركات أو 6 حركات يقولها 100 مرة. تمام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه، سر مهم جدا. يبقى قاف 100، وممكن يقول قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، واو قسم، واو قسم، وقاف نفسها قسم، يعني هي ذاتها قسم.
بغض النظر بقى عن التفسيرات والتأويل الحقيقي. يعني في منها اللي اتكلم عن جبل قاف، والبعض بيظن ان جبل قاف ده باعتبار الرواية، وهي رواية صحيحة، انه محيط بالدنيا، فيظن ان هو جبل فيلف الكرة الارضية، مش لاقيين الجبل ده. طب هو طبعا انه بيكلمك على المجال الكهرومغناطيسي، ده جبل من الطاقة الكهرومغناطيسية والانوار، مدد من النور المحمدي بيحمي الارض نفسها، ودي يعني ممكن نبقى نفيض فيها في وقت لاحق، لكن هي باذن الله قاف والقران المجيد 100 مره، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، يروح مكمل الصوره. ممكن يعملها على كوب ماء ويشرب، وممكن ينثر رذاذ بسيط على السرير اللي حينام عليه، سيكون مكان طاهر. كويس. ايضا ممكن يقرأ سورة قاف ويقول 100 ويكتفي ان هو يكمل السورة، بعدين يكمل السورة 10 مرات. سورة قاف 10 مرات، لان في ايات في القرآن العظيم كل اية تلاقي فيها قاف دي 10 مرات 15 مرة، دي سر تانية. لكن يكفيهم في التعامل مع القرين لتأديبه أو لتحييده أو أنه يسلسل أو أنه هو يسلم ويؤمن، لأنه هو أشبه بالملاحدة. يعني يلعب في دماغ طائفة الإنسان. طائفة من الجن، ممكن تكون طائفة قديمة، يعني لأن هي حكمة إلهية غريبة. أنا دايما حتى كنت أسأل أساتذتي، يعني طب إيه الحكمة أن يكون في القرين ده؟ فكان أساتذتي يقولوا لي ميزان التعادل، أن ده بيمثل قوة الكيد وقوة الوسواس بتتجمع كلها، يعني أي وسواس في الدنيا حتى من إبليس بيصب عنده، كأنما هو يعني خزان للأفكار اللي هي السوداوية وأفكار السوء والأشياء دي. بيقابل هذا ملك من الملائكة صديق لك في عالم النور، وده قمة العدل، إن ربنا سبحانه وتعالى ما سبكش العالم ده. وأنت بالله قوي جدا. ثانيا، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، لما سألوا سيدنا النبي وقالوا حتى أنت يا رسول الله، عندما تحدث عن موضوع القرين قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. في بعض علماء كنت أقرأ لهم طبعا، يعني ما أتفههم، لأن دول مش علماء، قال لك لا لا لا، أصل القرين ده عمره ما يسلم، جبتها منين؟ هل أنت عندك نص نبوي أو نص قرآني بهذا؟ لا، ما هو أصله شيطان، ومين قال لك ان الشيطان ما يسلمش؟ في شياطين، في ابناء لابليس اسلموا. فحضرتك، فبشعر احيان برضو ان الكيد لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم مستمر عند طائفه تحب دائما تروح واخد الشيء السيء. قالوا ايه؟ قالوا لا، ده هي الا ان الله اعانني عليه فاسلموا، بيقصد نفسه يعني باسلم منه. ده بقى يعني على اساس ايه قاعد يعني يعمل افخاخ لسيدنا النبي في الطريق صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا قمه الغباء والتزوير. لكن العلماء المنصفين والامه فيها الحمد لله من يعول عليهم في العلم قال لا، اسلم حقيقه. الا ان الله اعانني عليه فاسلم، هو اللي اسلم. وده طبعا من عرايب مولانا الشيخ عبد الحميد كشك، كان مرة تعرض لهذه القضية وفتحها في خطبة من الخطب، ثم في عدة محاضرات، فكان أبسط كلمة يقول من ذا الذي يجاور النور المحمدي ولا يسلم؟ من ذا الذي يجاور الهدى ذاته ولا يؤمن؟ وشاء الله لما عرفت حكاية كنجور واتكلمنا عنها، أنه فعلا حكالي أنه هو اسمه حبيب الهدى أو كنيته، يعني سمى نفسه، وهو يعني تقدر تقول زعيم الجان المؤمن والمسلم. نعم. والكنية جميلة، حبيب الهدى، يعني حتى الاسم يعني لو كده الموضوع مع حسين في الموضوع جرس، لو جرس موسيقي جميل، حبيب الهدى يعني. صحيح. وهو عالم
وبيدرس العلم. ما شاء الله. طبعا يعني الواحد يعني لو قوه القدرات ان هو كان يسمع من هذا وذاك في العوالم الغيبيه كان هتبقى فرصه سعيده، لكن هي بتبقى اشياء ربنا سبحانه وتعالى بيردها من باب التصريف لامر ما، كانما سيجرى على يديك ابلاغ معاني معينه لهذه الامه. فشاء الله سبحانه وتعالى ان اتلقى من اساتذه العلماء من الاقدمين إن لا قرين سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم فعلا، يعني أسلم دخل في الإسلام حقيقي تمام. وآمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقي. بقى ظهور طويلة بعد وفاة الإنسان. القرين بقى اللي هو السؤال محوري حضرتك في بداية الحلقة، القرين عادة معمر، يعني بس مش بالضرورة مثلا 10,000 سنة. ما هو جن، هو نوع من أنواع الجن. الجن احنا قلنا طبقات وأنواع وحتى ألوان وأشكال، ده دليل على أن القرين ليس بالضرورة شيطان، لكن قد يتشيطن، لكن هو نوع من أنواع الجن. الدليل على هذا، هل القرين يتزوج؟ يعني هل القرين يتزوج ويتناسل؟ الغالب والله أعلم في علماء يقولوا بدليل أن المرأة لها قرينة مش قرين، بيتزوج من قرينة الزوج. ممكن الله أعلم، ممكن من واحدة تانية مش مشكلة، أو من عالم تاني، هو يعني عالم زي أشبه بعوالم الحرس والغفر اللي قلنا بيقعدوا على مقابر الفراعنة. معنى كده أنه ممكن يسيب الإنسان في لحظة من اللحظات ويقعدوا تاني. أنا لسه هشرح المسألة دي حسب ما قال العلماء. أنا ما تيقنتش من أمور كثيرة، لأن برضو ده عالم غيبي. يعني حتى صدق كمزور كان يقول لي دايما، هو البني آدم عنده فضول في التطلع لأشياء، لو كان رب العالمين يعلم أن فيها خيرا له لعلمها له، لقيت كلامه منطقي. يعني جن بيتكلم بحكمة. وحتى كان يقول لي على فكرة، قد أضطر أمام مثلا لما كان مع سيد ده وشيخ إسماعيل، قال لي صراحة، قال لي أحيانا يضغط علي من الشيخ ده بأسئلة فأضطر أكذب. قلت له طب يا كذاب حرام عليك. يضحك يقول لي مضطر، ما أنا مش مكلف إن أنا أقول له كل شيء في العالم بتاعنا، وبعدين ممكن عقله ينكر فأعرضوا لشيء. دي أشياء يعني كانت عبارته خلق الله، فما نكذبش بأشياء نحن نجهلها. فأنا هقوله فمش هيستوعب. لقيت كلامه برضو في بعض الحكمة. فقصة إن القرين يتزوج أو لا، في رأي قال لا، هم نوع من أنواع الجن الذي لا يتناسل. طب كيف يخلق بقى؟ يعني كيف؟ والله بقى دي مسألة مغلقة، الله أعلم. زي ما هو بدايات الأشياء برضو، يعني كما خلق سيدنا آدم. طب يتزوج ليه طالما مش هيتناسل؟ ما أنا بقول لسيادتك، أنا بحكي لك آرائهم. أنا ماليش دعوة. تمام يا دكتور. يعني أنت إيه رأي الشيخ محمد بكر؟ بيقول والله الناس من كتر ما كان يكلمهم عن عوالم الغيب دي، بيقول فلقيت واحد جاي بيقول لي، الله يخليك يا مولانا الشيخ محمد، أنا سامع إن أنت بتفهم في عالم الجن ده وما شاء الله. قال له يا ابني والله حسب ما ربنا علمنا. قال له طب والنبي، أنا عايز جن صغير يعني يخدمني، يساعد في البيت حاجة بتاع. قال له يا ابني والله آخر واحد لسه بايع من ساعتي. فأنا الطلبية اللي جاية إن شاء الله هحوش لك جنة أو اتنين تشتغل بيهم. ففي ناس عقلها بتبقى يعني منغمس في القصة الغيبية، ليه ما تخصوش؟ احنا نأخذ من الغيوب ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا لمصلحتنا. فهم أفاضل العلماء في المسألة دي حضرتك، إن القرين لا، هو خلق يعني يتولد بالخلقة، بخلقة الله سبحانه وتعالى، وهو نوع كده. في قال لك لا، ما هو كله بيتوالد بالتناسل والقانون العام زي باقي الجن بالتناسل. ده إبليس نفسه برضو اتجوز جنية وتشيطنت معاه، ودي مش فاكر مين من العلماء واحد فقال له هو إبليس كان متجوز حقيقي؟ قال له اللي انا عارف ان هو اتجوز. قال له طب هي اسمها ايه؟ قال له والله يا ابني هم ما دعونيش على الفرح بتاعه.
فانت بتلاقي اسئله غريبه جدا صحيح، يعني انت تستفيد اسمها ايه يعني. ولان البعض برضو بيخترع لهم اسامي. في حلقه سابقه حضرتك اكدت ان القرين بعد وفاه الانسان بيذهب الى عالم القرناء وليهم حاكم. لهم حاجه للمساله دي، بس يعني ادي لك اراء العلماء اللطيفه، اراء لطيفه جدا، ان في الجن ده او النوع ده هو بيخلقه الله سبحانه وتعالى بعدد البشر، وان الانسان اللي بيموت القرين بتاعه بيستمر. اللعبه اللي هي بقى ايه يعني، ناخد الجزئيه دي وبعد كده نقول الاصناف التانية الاراء الاخرى. اللي هي انتشرت موجه كده في الخمسينيات والستينيات، وبالذات في الستينيات، وفي الفترة بتاعت الخيبة التقيلة بتاعت 67 واللي عملوها النصابين المجرمين، واللي بعضهم بيرعى بعض شوية براس. يعني جده كان من أحد الدعار اللي دمروا البلد، وبرضو القماء بيواصلوا المسيرة. فنشروا وقتها فكرة تحضير الروح، وما أكذبهم وما ألعنهم. ده كان عشان كنا تابعين للاتحاد السوفيتي في الوقت ده، والاتحاد السوفيتي كان شغال على قصة التحضير. مش ده السبب، انما كانت الفكرة الصهيونية شغالة على ده، والاتحاد السوفيتي الفكرة الشيوعية ذاتها حضرتك فكرة يهودية. يعني مين من وراها؟ ما هو ماركس يهودي، انجلز يهودي، حتى ستالين يهودي. لما تيجي تدور على اصولهم واصول حتى الحزب الشيوعي نفسه الاشتراكي بتاعهم، هتلاقي اغلبه المؤسسين يهود دهاقنه. وياما في كتب في اصولهم واساميهم اللي قدوها يعني. فهي الفكره الصهيونيه هي اللي كانت بترعى هذا الامر، وكان من الشغل اللي هو بيتعمل لمزيد من تخدير الشعب المصري وإلهائه، وأنه لا يستيقظ، يعيش بس في غيبوبة وهلاوس فكرية بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى. الروح، كل الروح من أمر ربي، دي محل القدس، مين ده اللي يقدر يستدعيها؟ وطبعا في أحد الكتاب يعني تقدر تكون أحد أعمدة تزييف الوعي في الشعب المصري، بغض النظر عن مين هو. انا عرفت، ما كان مشهور بنقل كل الترهات دي وينسب لنفسه الحاجات دي. ده في يوم من الايام انا رديت عليه، طب لان التقينا ودار حوار ودارت مسجلة فكرية على صفحات الصحف، انا رديت عليه في النافذة، وطبعا في كتاب من كتبي، وهو رد في مواقف وعرأي الشيخ عبد الحميد كيش، قال إن شاء الله مواقف على باب جهنم بإذن الله. فكرونا بتهافت الفلاسفة أو تهافت التهافت. بس يعني كانت فضيحة بقى، لأن أنا ماسك الأمر. لما قعدت في سويسرا فترة فضحت أشهر كتابين اللي هم عملوه، مسروق من فونتينكن، وأسم المسألة الذين صعدوا والذين هبطوا، والله العظيم بالصور مسروقة. فطبعا رديت بدي، الناس كلها عرفت يا فندم. بص، وقتها قادة مصر كان تعظيم سلام، تعظيم سلام، كله بعت لي تعظيم سلام. حتى الدكتور حسن عباس قال لي بص انا معاك، ولو دخلنا في ايه، انتهى بقى زمن الهمبكة اللي كان بيعملها برضو على عبد الناصر. ما هو في يوم اللي قال له ايه، قال له بص، كان عمله طريق صلاح سالم، فالطريق بدأ يتزحم جدا وكان ضيق، فقال له أنا مستعد أخلي لك الناس من أول المغرب ما يعتبوش في الطريق ده. الاسم الحركي ونيس مدكور، صح كده؟ فقال له إزاي؟ قال له نتراهن إن أنا أعمل لك الحكاية دي. قال له إزاي؟ ماشي. فراح طالع بعمود وبعدين فصل فيه بأرواح وأشباح، ورديت أنا عليه بكتاب اسمه أشباح لا أرواح. فاللهم صل على سيدنا النبي. قال له ذكر قصة بقى وحصدم الناس، وطبعا صفعته بأرواح بأشباح لا أرواح، إني جبت المصدر برضو،
ما هو شغلنا كشف اللصوص كلهم من زمان، فعشان كده شايلين ليه بقى؟ لو بيحاول البعض يقول لك ده محمد عيسى جايب من، والله العظيم لا، الحمد لله الحمد لله مبدع برغم انوف ابائكم واجدادكم وعيانتكم. ده يعني معروف يا دكتور. فاللهم صل على سيدنا النبي، قال ان واحد في صلاح سالم كل مصر قرت وصبحت فعلا متاثره، والدنيا شتاء والبرد شديد جدا وبتمطر، وفجاه لقى واحده عماله بتترعش فاضطر يقف لها، فراح قالع البلط ولا لا لا ما تفضلش كده، طب انت رايحه فين بتاع. المهم قالت له عنوانها وخد يمين خد شمال الى ان ايه وصلها البيت وشاف العماره وايه نسي ان يعني البلط حتى ان هو ياخده، وقال باعتبارها مرتبكه وتطلع. لما وهو مروح قال حتى ايه، حتى لو هي خدت البلطو مش مشكله، فافتكر ان البلطو مش فاكر بقى ان في شيك في حاجه، اللعبه بقى بتاعت صاحبنا يعني. وعلى فكره كان مشهور بان يسرق حاجه غيره يعني، يعني سرق مره قصه من شاب، ما مش بتكلم على دي يعني. ما دي قصه تانية، الله يرحمه ما يرحموش، دي بتاعت الله ماليش دعوه. انا عراي بوتين لكلمه حلوه بيقولوا له يعني الضرب اللي انت بتعمله في شويه اسمهم ايه الجماعات دي، قال لهم والله بصوا بعيدا عن الايمان والجنه والنار، انا مؤمن بالله ومهمتي اودي دول جلاله، وهو بقى يوديهم الجنه يوديهم النار يغفر، دي قصته. فعجبتني العبقريه دي. فكذلك ملناش دعوه، انما فعلا في شاب مره للمساله دي بتغيظني لان اتعرضت لها، عمل قصة مشهورة، فالولد راح سرق القصة وعملها مسلسل صاحبنا ده، فالولد رفع قضية، فراح رشا برضه وزق، وبعد كده بعت له ناس تهدده كمان. والله العظيم احنا كنا شهود، احنا كنا بقى في الأخبار عمالقة وعارفين. فالمهم حضرتك القوي يملك كل شيء، بكل أسف ولا قوية ولا حاجة، يعني أنا بعتبر قمامات الصهيونية، قمامات الصهيونية وزرع في كل مكان، ولما تحريت عن أصله والله العظيم من صحف كبرى قالوا أمه كانت يهودية، أقسموا لي بالله، ومنين بالذات وجت إمتى يا فندم، احنا عارفينهم وشمنهم بالذات في الزمان ده، ما هو طلقوا. فاللهم صل على سيدنا النبي، ان المساله حضرتك افتكر بقى ان في شيء في الجاكيت ده. طيب الحل ايه؟ قال ارجع تاني يوم فلما عاد طبعا عرف العماره، فطرق الباب فتحت له واحده ست كبيرة وكلام من ده، أنا في واحدة امبارح أنا نسيت البلطو معاها، مش مشكلة البلطو، المهم اللي في البلطو وكلام من ده، وأنا بس أخد الحاجة. وهو قالت يا ابني أنت طب أوصف كده، فهو واقف على الباب بيوصف، بص لقى إيه الصورة بتاعتها متعلقة، فلا حضرتك أنا يعني هي دي، فقلت يا ابني دي بنتي ودي ماتت من سنين، خلي بالك من القصة. ازاي مش ازاي؟ ايوه، وتعالى ونروح معاك كمان لغايه مقابرها ونوري لك الامر. فخدها وراحوا على المقابر، فلما راحوا على المقابر وجدوا الجاكيت على المقبره. فعلا اغلب الناس اللي كانت بتمشي في صلاح سالم بالليل بدات تخاف، وانت عارف بقى المنطقه كانت المقابر يمينا ويسارا، ابتدت بقى يعني بداوا يقول لك بس هيطلع لنا اشباح، هيطلع لنا القرين، هيطلع لنا العفاريت، كلام من ده. شوف سيادتك الامور بدات تدخل في خلد المصريين بشكل ما هو بقى ايه، القصه مسروقه من كتاب فرنسي. ايه اللي فضح ده؟ انا ما اوجدش الفرنسيه يعني، اتكلمتها فتره وعشت في فرنسا فترة لكن ما هويتش اللغة دي قوي يعني، ما استغرقتنيش، لكن قريت لواحد بيجيد الفرنسية والترجمة منها، مين هو؟ الدكتور علي عبد الجليل راضي. مين الدكتور علي عبد الجليل راضي؟ رئيس جمعية الأهرام الروحية،
اللي هي كان احد مؤسسيها الدكتور رؤوف عبيد صاحب الموسوعه الكبيره الانسان روح لا جسد. شو انا بقى الكلام ده من وانا 17 سنه. فذكر في كتاب انت تحيا بعد الموت ترجمه قصه حدثت في فرنسا لواحد فرنسي ووثق الكتاب، والكتاب بتاع الدكتور علي عبد الجليل الراضي ده مطبوع في الخمسينيات والاربعينيات. اتنسى. فمن سرق ما اتنسى واتاخد بقى منه. واتاخد والراجل مات وكتبه ما عادش حد بيعنى بيها، فسرق القصة ونسبها ايه لحد في الزمن. ده الكلام ده بعالم القرآن. ما احنا بنتكلم على القرين. كل ده احنا بنتكلم على القرين. فهو راح عامل السلسلة اللي مركز بقى على القرآن، ان القرآن دول مخيفين وكل شوية واحد يطلع لواحد وكل وبدأت اللعبة دي. فأنا بذكر لك دي داتا عشان أوري الناس تزييف الوعي والحرب على كتاب الله وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قديمة، بس بعضهم كان محترف يطلع يوم يكلمك عن صحابة وتاني يوم عرى مولانا الشيخ عبد الحميد كشكي يكلمك عن صوفيا لورين ومش عارف وكانت حاطة ايه وعامله هو يوم عن سيدنا النبي نفسه، تاني يوم عن كلاوديا كاردينيلي وازاي المكرونة كانت بتساعد على النعم. يعني يا فندم شيزوفرينيا بقى اللعبة. لا كله مقصود، كله مقصود وجوائز. لا هم بيعملوا شيزوفرينيا للشعب يعني بالضبط، بيخلوه في حالة يعني هلوسات. وان يعيش في اولا علم ابو جهل نفسه يرفضه، فما بالك بها بالانوار اللي بترفضه. فكان الكلام على القرين، ان القرين في اي لحظة يطلع، في اي لحظة يخوف، في اي لحظة يتجسد بصورة واحد. ومنهم برضو ود يعني شغال مع الابراس دي برضو، هو بايع دينه واخرته من زمان يعني، كان يقول لك ده وحتى من علامات الساعة نلاقي القرين يعني يمشي كده في الشارع، وايه ده انا ماشي اهو. قال له والله العظيم. يقول له ما في حديث بكده. قلت له الحديث بتاعتكم، حديث بتاعتكم، قوانين الله شيء تاني. فادي نموذج حضرتك ان الجن القرين من الجن دايما بيعمل مشاكل، دايما بيتجسد، دايما بيطلع، دايما بيخوف، دايما كده. الرأي الثاني ان القرين لا بيتناسل زي، بس مش بالضرورة يتناسل من قرينة، انما بيتزاوج يعني، يبقى برضو دي من هلوسات البعض. يقولك ايه، ان القرين مع الانثى يكون قرين مذكر ومع الرجل يكون قرين مؤنث. منين جبت ده يا ابو بتاع انت؟ ما عشان غيبيات بقى كل واحد بيقول اللي هو عايزه. ما دي هلوسه يعني. دي معناها كان الله سبحانه وتعالى سايب كده العورات وسايب طبعا دي من الاسفافات وغسيل العقول اللي اشتغلوا عليه واللي البعض شغالين عليه برضه ما زالوا. لا طبعا هو الانثى لها قرين مؤنث والرجل له قرين مذكر. في راي بقى ثالث، والرأي ده غريب جدا لكن هو توسط في المسألة، أن القرين يعني لا هو أنثى ولا هو ذكر، يعني كائن بذاتيته، كائن محايد بيتوالد بطريقة ما لا ندري كنهها هي من غيوب الله سبحانه وتعالى. الرأي ده على فكرة لا أستبعده، يعني أقرب ما يكون للصواب والله أعلم، إنه لا هو أنثى ولا هو ذكر، مخلوق بقى من مخلوقات الله وربنا حط له الناموس بتاعه بالضبط. وفي الرأي برضو يحترم، أقرب ما يكون لا الأنثى معها أنثى والذكر معه ذكر، وبالتالي يبقى إذن لو المسألة دي هي الأدق يبقى إذن القرين بيتناسل زي وزي أي نوع من أنواع الجن. دي طيب. الانواع وتشكيله الاراء حلو بالنسبه له. نعرف بقى مين ملك القرناء ده؟ كنيته ابو ديباج. اسمه ديباج. الحقيقي ايه الله اعلم يعني. اقول لسيادتك حاجه من اللي قالها لي برضو كانجور، ده قال ان اغلب الاسامي اللي البشر بيتداولوها غير صحيحه، وعاده لان الجن عالم خفاء
ويلتزم أغلبهم بهذا القانون احتراما لما أراد الله سبحانه وتعالى. إن حدث نوع من إسقاط علمي في شيء بتوضع كنا. بتوضع كنا يعني أسامي أقرب ما تكون لكن هي مغطاة مش شيء مش هي الاسم الحقيقي. فسألت ندخل أتفضل. فبرضو بسأله طب يعني حتى لو تعرف اسمه الحقيقي. قال لا لا إذا تعرف اسمه الحقيقي ممكن. شو بقى المعلومة الخطيرة؟ ساحر إنسي يسحر له. قلت له إنس يسحر لجن؟ قال لي الإنس أعلم في كل شيء. إن الجن له مجالات هو أعلم زي في الطب في طبيعة المواد والعناصر اللي في الأرض. عشان الناس تقول لك الجن عايش في مش عارف إيه والمخلوقات اللي عايشة في جوف الأرض المعتيه المخابيل اللي بيزيفه كل المعلومات المحمدية اللي في جوف الأرض حضرتك معادن وسهرات وأشياء. لا الجن ماشي فوق الأرض الشياطين فوق الأرض مش محتاجين ينزلوا تحت الأرض. إنما حضرتك المعلومة غريبة. فقلت له هل ده كائن؟ قال لي قلت له طب الجن بقى هل مش فيه العداء والحقد والحسد زي البشر؟ ده انت بتقول لي. قال لي قلت له طب هل عندكم السحر وكلام؟ قال لي في جن شغلته ان هو ساحر وسط عالم الجن. هو شغلته ساحر نفس اللي بيحصل في عالم الانس زي ما يبقى فيه ساحر انسي بس هو طبعا بيكفر بالله سبحانه وتعالى بان هو بيشرك بالله ويلجأ لجن او شيطان يخدم عليه مقابل يأذي مقابل يضر حد كلام من هذا القبيل. قال لي ولا يمكن ساحر انسي يضع شيء في قبر لأحد في قبر في متوفى او ميت من زمان عشان يضره أبلغ الضرر إلا إذا سجد للشيطان. لازم يسجد للشيطان. قلت له طب وانتوا عندكم نفس المسألة؟ نفس المسألة بيروحوا يسجدوا لإبليس عشان يعلمهم أحد قوانين السحر اللي يضره يضره بيه الجن. عالم خفي عالم صعب. يبقى إذن آمنا بالله إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بينا أن يكون هذا العالم خافي عننا وفي نفس الآن لا نعلم عنه إلا بالقدر اللي يعطينا الحصانة من شرهم. وفي نفس الآن إنك لما تعرف إن في جن صالح حواليك أو جن مؤمن أو ملائكة إن أنت يعني تطمئن وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم يعني حتى تدعو زي ما بتدعو الإنس. اختبارات صعبة جدا بيمر بها الإنسان في طبعا وهو مش دريان وفي اللي العيب فيه هو إنه لازم يدرى. قلناها من قبل أعظم كائن خلقه الله سبحانه وتعالى هو ابن آدم. يعني برضو من الحاجات اللي أنا استعجبت ودي ورتني نقاء قلب هذا الكائن اللي كان مع سيد كان جور ده إنه قالها لي صراحةً أن أغلب الجن تحقد على ابن آدم حتى لو لم تؤذه يعني ما سلكتش سبيل الضر لأن ربنا عامل قوانين. يعني بيقول لي السحر عندهم أو الجن أو الشيطان اللي تعرض الإنسان قال لي ده بيساوي الرعاع عندكم والبلطجية زي البورس اللي طردوه من رابعة ابتدائي عشان كان بيضرب العيال بالسكاكين ويخطف السندوتشات. نفس الخلق دي موجودة نفس الخلق موجودة عندهم. فقال لي دول بنسميهم السفلة والرعاع وقطاع الطرق واللصوص. بتقول يعني نفس المسألة نفس المسألة وعندنا قضاء ومحاكم وكل شيء من هذا القبيل. فكون ان في ملك او امير للقرناء كنيته ابو ديباج يبقى اذن هذا العالم منظم ايضا يعني له قوانين ونظام. كن يحصل برضو خيانات في هذه القوانين كسر ليها رشاوي سرقة بلطجة نفس الوضع. علشان كده في جنة ونار للجن. خلاص تركنا بقى الناس اللي هي كانت معاه وهو بقى عيني اللي دخل بقى القبر لحاله بقى يعني
ويمكن بقى تخلينا بعد لما نروح نقعد مع الراجل القرين نروح رجعي تاني. ما احنا الاساس عندنا هو عالم البرزخ. انا بحب الدعابه يعني. الاساس عندنا عالم البرزخ. مش بننتقل من حاله الى حاله خلاص بقى يعني احنا سمعنا بما يخيفنا ف لا ما فيش يعني. ما دي بقى عايزين نطمئن الناس. كل اللي قدموه اللي بيحاولوا تفخيم القرين الى الحد اللي يخيف هم بعيدين عن السنة النبوية. ليه؟ لان سيدنا النبي اتكلم ان حدود القرين الوسوسة. حدود القرين الوسوسة. يعني صعب ان هو يتجاوز هذه المسألة. واذا حدث التجاوز زي لما تمثل لواحد وهنا اخترق قانون. قانون الخفاء اخترق. الواحد ده لو قرأ عليه آية الكرسي يعني غير سورة قاف لو آية الكرسي وقرأها على قرينه يحترق. هو بس قرينه لأن عارفه ما معاشره طبعا. فعارف حدوده. ممكن يكون ما بيركعهاش ممكن يكون بيركعها بس ذكر الله مش في باله ان يصبح كده يومه بالكلام مع رب العالمين وتلاوة كلام رب العالمين والتحصين اليومي ثم المسائي. لا هو في غفلة عن هذه الأمور. نعم. طيب احنا كده بنقول ان الانسان توفاه الله وانتقل القرين الى عالم القرناء. نعم. والملائكة او الملائكة اللي معاه مش عارفين طبعا ايه انتقل الى انه عالم بقى يعني الى عالم الملائكة. الملائكة اللي مع الانسان يعني ما هو في مع الانسان ملاك وفي قرين. القرين ذهب الى عالم القرناء. فالملاك بقى بيروح الملك اللي مع الانسان ما هو في عالم الملائكة. هو الملك اللي هو موكل بالإنسان ده داخل في منظومة الحفظة. داخل في منظومة موت الحفظة. الإنسان بقى خلاص إن كل نفس لمع بقى الأوراق بتاعته. ما ماشي إن كل نفس لما علي حافظ. إذن لهم رئيس بيدير هذه المنظومة. تمام. اللي هو تمام. منظومة الحفظة. الملائكة إدارات. لما تقرأ سورة الصفات حضرتك هتشوف تفاصيل الأنواع أسرار حضرتك وربنا أطلعنا على أنواع يعني نفصل في هذه المسألة عن الملائكة ودرجاتهم ودرجاتهم ومراتبهم وبعض أعمالهم. فهم سيادتك حضرتك هنا إدارة الحفظة. نعمل حلقة إن كل نفس لما عليها حافظ وحضرتك. إذن هذا من الحفظة. عادة بيبقى عارف صاحبه رايح فين. حتى القرين حتى القرين وهو بينصرف بيبقى عارف صاحبه ده لأنه بيحضر جزء من الاحتضار. والدليل على كده أن القرين النصاب اللي هو بيطيع بعض السحرة والكهنة أنه يجي ويقول ده أنا روح فلان وأنا هو وحصل لي وكلام الكذب والنصب اللي هو برضو صاحبك جاب لهم السلة. فكرة السلة جابها من جنوب شرق آسيا وأن يلوها تقلت وكده يبقى الروح بتحضر. يعني قمة تزييف الوعي. قمة تزييف الوعي لمورثة التشابه. وما زالت بتمارس هذا التزييف. لو يطلع لك دلوقتي ايه شوية رعاع جهلة بس طبعا طبعا الصهيونية العالمية محركاهم احنا يا جماعة عايزين نرد الوعي ونصلحح الوعي. وهو عمال يقدم تزييف الوعي محاولة تشويه العلماء والمفكرين. يعني ايه نفس النمط بس مع التعديلات بقى الصهيونية المعدلة الحديثة المطورة. والله يا دكتور الواحد بيستغرب جدا من ان انسان مثلا يكون خلاص شارف على الستين او عدى الستين وما زال بيضل في الناس. طب يعني انت هتستفيد ايه؟ انت صحيح. عارف ان انت كده يعني واخد سكة مش كويسة. انا قلت لسيادتك هو يعلم بس هو بيخدم يعني دينه. بس اسمعها مني هترتاح. بيخدم دينه. بيخدم دينه. دينه حاجتين. يا دين الصهيونية العالمية اللي هي مشغلاهم مع الرافات طبعا ده أصله. ما فيهم اللي أمه كانت بتحفظه ما أنت أبوك بريز وحافظ واعمل ما وإحنا ضحكنا على واحد مصري ولبسناه أنت ابنه وبس. أهم حاجة بص بقى عايزين إيه قمة الأمانة في خدمة الصهيونية العالمية. قمة الأمانة في خدمة التلمود واطلع قول ربنا بيخاف من العلماء. قمة الأمانة في تزييف. بص هذا هو النموذج اللي مال مصر والأمة العربية زمن الصهاينة. وده اللي كان مخليني من قبل 25 وانا عمال انبه الأمة
ان الحرب هتشتغل على ناحيتين. الناحية الاولى ناحية محاولة غزو العقول بالفكر الزائف والجهل وتشويه العلماء والتشكيك فيهم، والشيء الثاني نشر السحر والمس والحسد والحقد وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية اللي احنا شايفينها عمالة تملأ الأمة، وما زلنا حائط صد أمام هذا. الشيء الثاني بقى اللي هما بيعملوه غير دينه الصهيونية، دينه الشيطاني هو بيقبض على هذا الأساس. فمهما حضرتك هتقول له اتق الله، حتى ما بتتعب نفسك، مش ده اللي يتقال له اتق الله، ده معروف خلاص مصيره. تتعب نفسك مع واحد شاب ضايع شوية، تاه شوية، تصلح له، اتق الله يا ابني، صلح، اعمل. انما دول متودع منهم. لو هتقعد حضرتك يعني ايه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لو جئتهم بكل آية بكل آية، ابدا لن يؤمنوا. فده سكتهم، تبقى حضرتك خارج التفكير. ودي بقولها لشعبنا عشان يريح نفسه من الاشكال دي. فاعمد حضرتك لتصحيح الوعي للناس، نشر الايمان بالله الحقيقي، نشر القوة بين الناس واليقين ان انت قوي جدا جدا جدا، وان كل العالم الخفي ده محكوم بقوانين لا يستطيع ان يتعداها، واذا كسرها فانت صاحب اليد العليا. مجرد ذكرك لله هتنسفه، هتنسفه، لان مجرد تلاوتك بس بسم الله الرحمن الرحيم بتبدا الملائكه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم تطل عليك، هتكرر هتبدا تنزل لك. انهي شيطان ولا انهي جن اللي هيقعد في الملأ الروحاني والنوراني هذا؟ كله بيهرب. فاهم شيء نشر اليقين وسط الناس، إيماننا بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، لا يفلح الساحر حيث أتى. شوف حيث أتى دي لازم تقف معه. فمهما يسلط عليك لا، هو لا يفلح ولن يفلح. وإذا أصابتك نسبة ضر تقدر تذلها بذكر الله، ولا ذكر الله أكبر أكبر. لام التوكيد دي هنوديها فين؟ وبعدين هنا الكلام مطلق أكبر من أي شيء. فننشر الطمأنينة وسط الناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ده قانون. ألا بذكر الله ده الختم، يعني كن على يقين أنك مجرد قلبك يذكر الله ولسانك يوثق ما أضمر بنيتك من ذكر الله في قلبك، أنت أصبحت في محل السكينة والطمأنينة. قانون، كأنما رب العالمين بيسكب في قلوب أهل الإيمان كل القوة، كل القوة. لا تخافا، قالها لموسى إنني معكما، بإنية إيه؟ الألوهية. إنني معكما أسمع وأرى. فده اللي حضرتك تركز عليه دايما. فمهما كان من قرائن، مهما كان من شياطين، مهما كان من جن، مهما كان من قبلهم من حن أو بن، مهما نعيش، أنت سيد هذا الكوكب بأمر الله ونعم بالله. طبعا احنا كده قلنا ان ترك القرين والملائكة للإنسان ساعة الموت ده جزء من عالم البرزخ، ده بداية، لأن احنا قلنا مجرد منام خلاص، أو عالم عالم البرزخ هم يمتنعون بقى، بيبدأ بقى كله ورا ونبقى نكمل بقى ساعة ما بيدخل القبر. هندخل بقى إن شاء الله. أول ما بيدخل القبر إيه اللي بيقابله؟ نعم، ده اللي احنا نسأل الدكتور عليه المرة الجاية إن شاء الله بإذن. وأنا بشكر حضرتك شكر جزيل الله جدا. الله يعزك وبإذن الله نلتقي على خير بإذن الله، ودايما حضرتك في أتم صحة وأفضل حال بإذن الله. اللهم جمعا، ربنا يعزكم ويسعدكم وخادم لهذه الأمة. أكرمك الله يا دكتور. أشكركم أصدقائي صديقاتي، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى الحلقة القادمة، لكم مني خالص تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.